هنا بمخبر الهندسة المدنية تتم معاينة دقيقة مرورا عبر مراحل لإثبات والتأكد من نوعية الخرسانة المسلحة الموجهة لإنجاز البنايات وكذا مشاريع البنية التحتية. Avant tout, on fait un chantier, on fait des échantillons, on fait une série de 6 moules, on fait 3 épreuves, on fait 7e jour, 3 épreuves, on fait 28e jour. 7e jour, on fait une idée générale de béton, après 28e jour, qui atteint 80% de sa résistance. Là, on fait les résultats, on fait les essais supplémentaires. للتراس والكاروتاج. سي زو بروفات هنا قصيف نكاري ثنس قلباسا باش نسنف لي كونديسيون ومن بعد نسعى دي زيكرازمون سيتيام جور نزرا سكو البيتون يثدو بيان اديو لارجيستونس عليه بور كونفيرمي ما لونتربيز دو كونتريبي دو ترافو. ولان ولايه بيجاي كبعض مناطق الوطن تتواجد في خط زلزالي نشيط يشدد تقنيو البناء على ضروره مراعاه الشروط الحديثه في استعمال الخرسانه البنائيه بشكل يقاوم الحوادث الجيولوجيه. الباتيمون ازمير هذا يخدم بلا لابوراتوار سينو ازمير نسعو دي ريزولتا فيريث دايني كي نون فابا بيرميتر انشتاينيا لا باتيسينيا الفا اتر فيابل دونك كي نون ثلا لا في هيومان اون جو غيني. Dans le bâtiment, la chose la plus importante, c'est la qualité du béton de la construction. Parce que on est rana fi بلاد زلازل. Depuis 2003 لهنا كاين نوفو ريغلومون. Par exemple, actuellement, رانا نخدمو بلا نورم لا 17004 كانت تاع 2008، دوك رانا نخدمو بلا 2022. تشديد الرقابة على نوعية الخرسانة المسلحة المستعملة في البناء حتمية نظرفية لضمان جودة البنايات وصلابتها، لا سيما في مشاريع العمارة وهياكل البناء الجماعية التي تنجزها مختلف المؤسسات وشركة البناء.